هاد القصة اللي غادي نعاودها لكم دابا، دائما في كل فيديو كنقول اليوم نعاودها، لا غدا لا بعدا لا المهم جاءت الاقدار انني نعاودها لكم اليوم ولا ما تسولوني شنو لابس. المهم علينا، ركزوا في هاد القصة هذه لانها مهمة بزاف. والغريب في الامر في هاد القصة هذه انها وقعت قدامي. المهم قصة غريبة وعجيبة. كنت مسافر لواحد المدينة عند واحد الدري صاحبي. المهم كن في كل صيف شهر واحد شهر جوج كنمشي كندوز عنده شي شهر تما اولا شهرين، كندور كنشوف الاجواء كنبدل الجو. تقريبا عام هادي مشيت عنده، دوزنا اثنين ثلاثة الاربعاء الخميس وصلات الجمعة. توضيت مع الصباح، مشينا انا والدري صاحبي. في الطريق تلاقينا واحد السيد معين في العمر ديالو تقريبا ديك 26 27 عام بحال هكاك، ولابس سروال ديال الجين داير نظار كحلين فهمتي، وشيت العكاز وما كيشوفش. هو كان انفاس معايا، انا جاي انا والدري صاحبي بحال هكا، هو جاي وجا واحد خونا من حدانا ودفل عليه. كنقول علاش هاد خونا دفل على داك العمى، واش تا مريض في عقله ولا مالو؟ هو يقول لي داك الدري صاحبي عبر عليه. درت لداك الدري صاحبي كيفاش الشريف عبر عليه والسيد ما كيشوفش ويدفل عليه؟ مسطي انت في عقلك ولا مالك؟ هو يقول لي هذاك راه اصلا معدي، يعني كان كيتعدى على الناس. قلت ليه شنو؟ كان كيتعدى على الناس وهو عمى، اش كتخربق علينا عاوتاني؟ قال لي تكالما تنخرجوا من مورا الصلاة ونعاود لك القصة ديالو. خرجنا من الصلاة، فاش خرجنا قلت ليه عاود لي القصة ديالو. قال لي تسنى تناكل كسكسو. قلت له والله ما ناكلو تتعاود لي القصة ديالو، كيفاش السيد عمى وكان كيتعدى على الناس؟ واش عنده شي خو؟ قال لي لا، عنده با معدي. قال لي با الله عمرها هذا امو كتعدى. قال لي لا، قال لي شوف هاد الدري هذا كان كيشوف، كان كيتكيف يضرب الجوانات. المهم كيديروا 15 كما كنقولوا، كيفي قترب ديال العشيه كيرونها على دارهم، وانا نفعل لكم وندير لكم وكذا. كيهز معاه المسطره ديالو كيديرها في الجيب وكيخرج، كيمشي عند الخضار، كيمشي عند الجزار، كيمشي عند اي واحد بالي في الطريق. ضن طلق داكشي اللي عندك، باق طلق داكشي اللي عندك. المهم كان كيتعدى على الناس، هذا كياخذ ليه جدرام من اخر 5 دراهم. مسكين كيكون بعض الناس الخطاره ولا الجزاره كيفيق مع 5 ديال الصباح، كيمشي كيتقاتل على ولادو طان طان والمشاكل، وجيب هادي وحك جرعه عاده باش يلا يجيبها بعرق شافو. كيجي واحد كيديها ليه بارده. هاد الدري هذا هو من دوك الناس اللي ما كيحنش فهمتي، هو من دوك الناس اللي كيبقى يجريسي بنادم ما كيحنش فيه. مثلا كيشدك كاين اللي كيبدا يخلعك بالموس، كيضربك الطحق، كيضربك في الكتف ديالك ولا فينا وكتعطيه داكشي وكتقول لك كيخلعك، ولكن لا كيخلعك، يقول لك طلق داكشي اللي عندك ولا ندير خروطو للوجه ديال خويا. غادي هو من دوك الناس اللي ما كيخلع ما والو، كيضرب النيشان باق، كيشرط لك شي حاجه هنا ولا شحال من واحد دار لي الغرزه، شحال من واحد فتح لي اليدي. المهم كان السيد معدي ديالو بصح، من دوك الناس اللي ما كيحنوش، عاد الا مشى تطاح فيك ما كيحنش فيك بصفه نهائيه. هو كان عنده موتور، ما عرفتش دوك الماطر اللي محيدين لهم الكالكاس ديالهم راكم عارفينهم. المهم هو فاش كان كيجريسي هو والدري صاحب، وهذا هو البروغرام ديالو، كيفيق مع الربعه، كيمشي كيتعدى على الناس. راه انت 5 دراهم الخضره فابور، تعدى على هذا يضرب الاخر، هو مكان الا جبتيه يتعدى عليك، ما جبتيش يتعدى عليك. هو من داك النوع الحكار فهمتي، كيحكر على بنادم، راه هادي مدمره ومنايا وانايا فعلتي، ونهز المسطره ديالي ونبدا نحنحن في بنادم. المهم داك النوع. واحد النهار كان ديك الساعه تقريبا 5 ديال الصباح، دار واحد الكسيده خايبه بديك الموطور. كان ديك الساعه بوحدو، كان خارج ما عرف شنو كان باغي يجيب، واقيلا الطريفه ديالو، دار كسيده وداو للسبيطار. دري صاحبي بواه كان هو وداك خونا اللي كيكريسي في نفس الشومبر. دري صاحبي بواه الله يرحمه كان معاه في الشومبر مع داك خونا اللي كيكريسي. قال لهم الطبيب ان داك الدري اللي كيكريسي، قال لهم هذا خاصو عمليه لانه تضرب هنا، الناس اللي فاهمين في الضمير ملي كتضرب هنا، هنا عنده علاقه بالعينين. قال لي خاصك دير عمليه القدر ديالها 10 ديال المليون، يا اما ديرها دابا يا اما بقيش غادي تشوف. عطاه مهله ديال 24 ساعه، يعني خصو يزرب الطبيب، خصو يزرب على داك الشيء. والطبيب النوع اللي كيحنف بنادم، ولكن هذا ما عرفتش انا ما حنش فيه. قال لي شوف اجيب الفلوس ندير لك العمليه، ما تجيب فلوس خرج برا عندي ما ندير لك. وصلت الاخبار السكان ديال الحي ديالو، راه الدري كذا تعقلوا على فلان اللي كان كذا. اقسم لكم بالله الا حتى شي واحد ما عطا ولا درهم. السبب اش راكم عرفتوه،
انا كان كيتعدى على بنادم كيدير هذاك مزيانه عبر عليه كذا كذا مع كل شيء كيتشفى فيه. شاءت الاقدار ان بت دري صاحبي انه مات الله يرحمه في النار. والدري الطبيب شاف تاع عيا قال لي ما عندكمش فلوس، بداو كيطلبوا فيه وكيزو والو. الطبيب قال لهم هكذا طططا خرجوا عليا بحال صافي ما عندي ما ندير به. آه 10 المليون غتحطوها كاش يلا يعاون. فاش خرج من السبيطار زعما بنادم يقول لي على سلامتك والله يشافيك، ما كاين غا الشفايا، ما كاين غا مزيان ليك، ما عندي ما نقول عبر عليك كدا هادشي اللي من الصباح انت بلا 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 فين كنت دابا، لدرجه ان كيتمشى في الزنقه بعض المرات كيعكلو بشي حجره بعض المرات حيت هو ما كيشوفش صافي، بعض المرات كيعكلو بشي حجره بعض المرات. هو كان من دوك الناس اللي الا شافك غادي يشدك مثلا هو غادي شي بلاصه يا الله معايا بزز مال. ملي كيتمشى في الزنقه ما كتسمعها الله يخليها سلعه وعقل فاش كنتي كدا كدا، هو كيعقل على الصوت ولكن باش يضربه ولا يدير ليه شي حاجه ما غايدير ليه والو صافي. انا كنقول هذيك لربما دعوه مظلوم، لان المظلوم حتى لو كان كافر الا دعا عليك الدعوه ديالو مستجابه. والله لو دعا كافر مظلوم لاستجيب له، فما بالك بمسلم كيامن بالله سبحانه وتعالى. ارجو معايا الهيستوريك لور فاش قلت لكم القصه ديال الدري صاحبي اللي مازال متفرش فيها. هي الدري صاحبي غير هذا الفرق اللي بيناتهم، واحد مات واحد باقي في الحياه ولكن ما كيشوفش. الدري صاحبي اقسم لكم بالله الى حضرت الجنازه ديالو التكبيره الاولى فاش صلينا لصلاه الجنازه، التكبيره الاولى كما عارفين باننا كنديروا سوره الفاتحه، التكبيره الثانيه صلاه الابراهيميه اللهم صل على سيدنا محمد الى اخره، التكبيره الثالثه خصك تدعي مع الميت. اقسم لكم بالله الى التكبيره الثالثه مع قال الفقيه الله اكبر بحال الصوت تقطع ليا، كنبغي ندعي معاه كنقول الله. ديك الساعه بعد المحاولات صافي سكت. فاش قال الفقيه الله اكبر في التكبيره الرابعه هو تطلق لي الصوت. اقسم لكم بالله الا هذه من اغرب القصص اللي عشتها انا. وفاش خرجنا من الجنائز تحب لك بنادم كيقول الله يرحمه اما كاينه الله يخليها سلعه جهنم ما عندي ما ندير به كان معدي كان. يعني تخيل معايا انت دابا طبيب اللي معروف عليه بانه كيدير الخير لعمرها دار رفضك ورفض انه يعاونك، يا اما تحط الفلوس يا اما الله يعاون عندي ما ندير لك اخويا. ومعروف على يعني السكان ديال داك الحي معروف بانه الله عمرها دار يقدر يعاونك في اي حاجه، ورفض في ديك الحاله انه يعاونه ما عرفتش السبب. وتخيل معي انك انت دابا ميت ومحتاج للدعاء وبنادم كيدعي لك الله يعطيه العذاب كان معدي والله ما نسمح ليه. في الوقت فاش انك فاش كتكون في السبيطار وبغيتي اللي يعاونك ما كتلقى حتى شي واحد يعاونك، ما كتعرف بان الدنيا دواره. راه واخا تكون دابا في صحيحتك راك مقلضوم كدا، راه في اي لحظه وقع لك شي حاجه تقلب لك الحياه ديالك راسا على عقب، تولي راسك الفوق ورجليك لتحت زعما راه تنفعك ديك الصحه ديالك وكذا، وانا ونزل المسطره ونبدا ندير فلان وفلان اجي انت تعدى على بنادم وكذا شنو غتستافد؟ في الاخر راه توقع لك شي حاجه بسيطه تقدر تحتاج لشي واحد وما يعاونكش بحال الانسان دابا اللي كتدي ليه فلوسه. تخيل معايا انت دابا محتاج انك محتاج لشي عمليه، ديك العمليه كتطلب بزاف ديال الفلوس وداك الفلوس الوحيد اللي عنده هو داك السيد اللي خديتي ليه رزقه، يعني عنده شي فلوس هو ما باغيهمش بحال مثلا دابا ديك العمليه كتقام بديك 10 المليون بحال هكذا، ما رفض كلشي يعاونك الا داك السيد هو اللي عارفه بانه عنده داك 10 المليون وديك 10 المليون ما عنده ما يدير بها. الا كان حاقد عليك ديال بصح ما غاديش يعاونك، اما الا كان فهمتي المهم واخد عليك فيه شويه ديال الرحمه راه يقدر يعاونك. علاش ما ديرش مع بنادم زوين وما تعداش عليهم وخلي كلمة زوينة اللي يقولها عليك شي واحد سواء تموت او لا تكون في السبيطار. مثلا انت دابا بغيتي مني تموت واش بغيتي اللي يقول عليك هذاك من الله عمر الله يخليها سلعة ما عندي ما ندير به مسخوط الوالدين، ولا بغيتيهم يقولوا الله عمرها دار الله يرحم ليه الوالدين الله يغفر ليه؟ فيما تذكر الاسم ديالك سواء ميت ولا حي تذكر بكلمة زوينة، اشنو غتختار؟ واش طريق ديال الخير ولا طريق ديال الشر؟ شحال من واحد دابا كيسولني مالي في يدي. المهم راه قصه عاودتها لكم من انستغرام، الناس ديال انستغرام راه عارفين اللي كاين. تقلبنا من فوق الجبل بقينا تابعين واحد السنجاب وانا نتقلب من فوق الجبل. المهم الحمد لله على كل حال لقيت قبيله مع واحد الصحراوي قال لي دوز نبسدها دهنها بزيت العود يديا بطبيعه الحال دهنها مزيان يديا
واقيلا زيت العود مالت، المهم واحد الزيت مالت ديالاش، دير ليها الحنه وسكين جبير، المهم شي حاجه بيضاء بحال هكا، غالبا غتكون سكين جبير ولا ما عرفت، هي اللي دير ليها هكذا. قال لي سير بات بها وغدا ان شاء الله تصبح بخير، شكرا الاخ حسن، سميتو حسن الله يحفظك بارك الله فيك. وما انا جي علاش كنبقى نشكي عليكم، تنساوش ديروا معكم لايك، نزلوا صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، نبداو الفيديو. باقي كضرني تقش فيك تضحكت عليك كويك تقشيك على طلوع عليك الى يوم الدين الى يوم البعث فهمتي على طلوع شتي باش خيبة دير ثقة وقع عليك بحال هكا لو سمحت كلم زوجته يا حلوك والله حمد تك يا زينك ايش حمد من حمد الو يا عمري لا حمد حمد احبك والله مرة. حمد والله حمد اموت فيك والله حمد الله لا يحرمني منك يا رب حمد دابا هي في الابيل وما تيقاتش وانا اللي شفته ما تيقش شنو غتقولوا عليا راه داكشي كيبدا بالضحك نجيكم من الاخر انا باغي ناخذ شي قرار اللي يخرج عليا عشيري كيبيعك العجل زعما سي سير حنا نعاونوك حنا نشدو لك بيديك تتلقى اللي يقات لك الخدمه مزيانه هاد اللعيبه لا اخشى على ليفربول واقطع بتاهله من هاي المجموعه البطاقه الاولى مضمونه للاتلتيك شخصيا راح ارشح الخبره بورتو وعلى ذلك امنح البطاقه الثانيه في المجموعه لبرشلونه هاي المجموعه بدي اعطي البطاقتين لتوتنهام ومارسيليا الميلان حان وقت التاهل لدور ال 16 اثق انه توخيل سيتاهل من هاي المجموعه وياخذ معه الميلان الكبير الى بر الامان فاش كدوز حياتك كامله سيلي بطير عمرك بشتي راس الاصدقاء انا كنبوس راسي مره مره شي نبوس راسي فهمتيني سبحان الله اعوذ بالله تيقول لك الفلاسفه خاصك تحب راسك فهمتيني ما تسناش شي واحد يحبك فهمتيني خاصك انت تحب نفسك تحب راسك عاد باش ممكن يحبك شي واحد اخر الا كنتي انت ما كتحبش راسك راه ما غيحبك حتى هو في اطار تصبر النفس ولا ما تسناش شي واحد يحبك انا ما كنتسناش شي واحد يحبني تحيه الناس سيلي بطير بحالي تبارصه فين فين غادي مدرم فين ايوا الله يسلمك عندي شي مشاكل في كرشي الله يحفظك لا لا دبيت الموقع راه خير ليك ولا زعما علاش حيت ديالي خاصه بيا خاصه بي ايه اش فيه خاص ايه اه يا سبحان الله وصاحبي بدل الطواليت هي بوندي في الدار ولا صباح كي دير انا كملت كاكلي اللحيه البارصة يلا الخوان شاف زعما كاينه في دوري المجموعات ديال هولندا هادي كي داخل قمر هذا القمر هو كيدخل الطواليت هذا خويا حسن دخل الله يحفظك والله العظيم الا جوج مصان جوج ليا في كلشي تعار منك هنا حنا صاحبين دخلوا راني مزير الله يرحمك هكاك هكا هكاك البركه ممكن دابا ممكن روح هنا اجل شويه اجل مزيان لازم ياجل ماما شي حاجه او استاذ يدوز للميلان انا ندخل وانا مزير لا مزير مزير كثر منك مزير هاي خليني ندخل اصاحبي بلا ما ندفع خليني ندخل ما غنتعطلش لا والله ما غنتعطل انا الاول هاك شو شوف هذه شوف نقدر نزير شويه زير معاك زير فوق عمار حبيبه كتعطلي بزاف حبيبه لا 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 حتى مالنا سبيره احنا هنايا داخل معنا في كل شيء راح البيولوجيا هي ما كايناش انا بعد ما فرقت بين الكوبل وخنت العشره مع صاحبتي وقطعت علاقتي مع جميع خلق الله طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي صلى عليه الله اخلاقه اللهم قوي ايمانك الوالده كدوش لي فاش كنت صغير نيوف صوت دخ 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 صافي راه غادي نشري شي حاجه صافي يسخن يسخن شويه وندير غالبا كتكون الحد بالليل مع كتصبح على المدرسه كتدخل كتفرك ليك مزيان كتخرج كتشعل اللعيبه هذه كتكون في تركيا بزاف الكرشه ولا ما عرفت تخربيق
ولا علاقه واخا ما كليتهاش ولكن لا علاقه كتكون عامره بالروز وفيها شي ما علينا. ما تنساوش ديروا معكم لايك نتلاقاو في الفيديو الجاي تهلاو.